في تعز فشلت ميليشيات الحوثي في تحقيق أي تقدم عسكري رغم الهجمات المستمرة منذ منتصف الأسبوع الماضي في عدة جبهات بمحافظة تعز ووفق إعلام الجيش فإن الميليشيات الحوثية حاولت التسلل على مواقع للجيش في الجبهة الشمالية الشرقية مؤكدا أن قوات الجيش أحبطت عملية التسلل لأن... لعناصر, ميليش لعناصر حوثية مشيرا إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل عنصرين وجرح آخ خمسة آخرين من الميليشيات الحوثية